ليش ما انا السعاده انا الخوف نصي على الارض يا مهامه عليك بالوجه. هلا بالبدايه كونه نحن عم نحكي عن المشاعر الخمسه فما في طفل ما عنده هي المشاعر، بالتالي ما في طفل ما له معني بهذا الموضوع. نحن كنا عم نحاول نعمل نقدم شيء احترافي موجه للطفل بحاكي عقله بهذا الوقت، بالاضافه لانه التجربه تبعنا هي الممثلين فيها اعمارهم بين ال14 وال17، يعني بمعنى اخر انه نحن عم نحاول نقدم عرض من الطفل الى الطفل، فانا هذا اللي عم حاول انطلق منه. انطلقنا هلا من المشاعر وان شاء الله بنقدر نكمل. احنا قلنا المشاعر الخمسه الاساسيه بدماغ الجنين، دوري هو السعادة اللي نحنا يمكن ناقصتنا هلأ بس ومو عارفين نلاقي سعادتنا الحقيقية، بس بهذا العرض رح تتعرف انه انت فيك تكون سعيد، فيك تكون غاضب، فيك تكون حزين، بس سلوكك لازم يختلف. دوري بيحكي عن نحنا كيف منخاف من المجهول، دائما الشيء الغريب هو بيخوف، هذا الشعور هو دائما مفيد لنا لانه احيانا نحن ممكن ما نأذي حالنا بسبب الخوف، بيحمينا من الخطر، بيخلينا نحذر من اي شيء ممكن يصير معنا. نحن احيانا بنكذب لما منخاف، احيانا بنتصرف تصرفات غلط ناتجه عن خوفنا، بس هو شيء لا ارادي. هي شخصيه بدها تثبت للجنين انه هي الشخص الكفو يلي ما بيخذل الجنين ابدا، هو صح في سرعه وفي عصبيه لحتى خلص تمشي كل الامور مثل ما بدها، شخصيه الغضب يعني وقت التسرع الزايد فبيؤدي لسلبيات ولمشاكل. الحزن هو اول شعور بيخلق مع الجنين، بيظهر معه، هو الشعور يلي بيحسسك بقيمه الاشياء يلي انت بتحسيها او يلي انت بتمري فيها. بنفس الوقت هو كثير مهم وله ايجابيات وله سلبيات، مو بس هو سلبي مثل ما العالم تعرف عنه. حدا يجيب المخرع تمام؟ باي ما بعرف من جرب شو عم كلهم سوا.